التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات تستمر وسط أجواء الإثارة والتحدي مع انطلاقة الكبار والتحديات أيضا الحول والزمول في هذا الصباح الرائع والممتاز، حيث أعلنت انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، انطلاقة الشوط التاسع الخاص بالحول خلال 8 كيلومترات. نتابع مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الأول تتواجد العاصمة على الصدارة وعلى المركز الأول لا سيد محمد بن طالب بن عقيل من تأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذه التحديات الرائعة والجميلة والانطلاق المميز لدى هذا الشوط. هنا من خلال ايضا تواجد شعار بن عمارة على المركز الثاني، المركز الثالث وصلت ايضا سمحة على المركز الثالث لا سيد محمد بن عبد الله بالكيلة العامري، تتواجد ايضا في المركز الثالث في هذا الانطلاق الرائع والجميل مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا تنطلق مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات وفي هذه التحديات، وصلت غي على المركز الرابع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، ياتي بانطلاقة هذا الاسم العملاق منطلقا مع المركز الرابع. المركز الخامس تصل ايضا الفيصلية على المركز الخامس في هذه اللحظات، خليفة بن صالح بن ناصر بن عبد الله العطية ياتي مقدما هذا الاسم في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هذه هي الاسماء المتقدمة، هذه هي الأسماء التي تظهر ضمن دائرة الخمس المراكز المتقدمة، وهي الدائرة الإعلامية لمشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول، العاصمة ما زالت على مقدمة هذا الشوط، ما زالت مع المركز الأول، تأتي بالصدارة والانطلاق مع هذه النجمة التي تسطع دائما في كل المحافل التراثية وشعار بن عقيل محمد بن طالب بن عقيل المري، من ياتي بانطلاقة هذا الاسم مع المقدمة ومع الصدارة، بينما غيرت سمحة لتاتي بقمة التنافس محمد بن عبد الله بالكيلة العامري مقدما هذا الاسم بهذا الانطلاق. الشايبة تاتي على المركز الثالث لتنطلق ايضا بهذا الانطلاق الرائع والجميل، عبد المحسن بن طالب القربوع المري مقدما ايضا الشايبة خلال هذا المسار الرائع والجميل، خذت المركز الثالث. بينما ننتقل إلى المركز الرابع تدخلت أيضا الفيصلية لتأتي بالانطلاق أيضا نحو الفوز والناموس، خليفة بن صالح بن عبد الله العطية يأتي مع انطلاقة الفيصلية لهذا المسار ولهذا الانطلاق الرائع والجميل. تدخلت الأسماء، وصلت شواهين في هذه اللحظات وانطلقت بشعار بن مرخان سيف بن جعفر بن مرخان الاكتبي، يأتي بانطلاقة شواهين مجموعة من السلالة الشاهينية تأتي بها شواهين في هذا المسار لتنطلق وتتدخل ضمن دائرة الإعلام للخمس المراكز المتقدمة. هذه هي الخمس المراكز الأولى عبر ندائنا الثاني في انطلاقة هذا الشوط، وهناك أسماء كبيرة حافلة بسجلاتها بإنجازاتها الكبيرة التي قدمتها أيضا خلال السنوات الماضية والأعوام الماضية لتصل في هذا الموسم، لتنطلق في موسم 2015-2016 مع سن الكبار وانطلاقة الحول بهذا الأداء الرائع والجميل، بهذا الانطلاق المميز، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط. قطعنا 3 كيلومترات والمتبقي 5 كيلومترات على نهاية هذا الشوط ونهاية هذا التحدي الرائع والجميل. سمحة على المركز الأول، غيرت على الصدارة، بدأت باستلامها أيضا لزمام هذا الشوط والمركز الأول. هذه هي سمحة محمد بن عبد الله بالكيلة العامري مقدما هذا الاسم مشاركا من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بجميع أخواننا الخليجيين المشاركين ضمن هذا المهرجان في ميدان التحدي. هذا هو شعار ميدان التحدي، الترحيب بكل عشاق الأصالة والمهتمين دائما
بهذه الرياضة العربية الأصيلة. المركز الثاني تتواجد العاصمة على المركز الثاني لتأتي بهذا الشعار. محمد بن طالب بن عقيل المري يأتي بانطلاقة هذا الاسم، بينما الشايبة تأتي على المركز الثالث في هذا الانطلاق الرائع والجميل في هذا التحدي المثير. خلال هذه اللحظات عبد المحسن بن طالب المري من يأتي أيضا بهذا الشعار مع انطلاقة الشايبة لتأتي بعروضها الممتازة وانطلاقها الرائع والجميل على المركز الثالث. وصلت جلمودة، تدخلت جلمودة على المركز الرابع خلال هذا الانطلاق. أول نداء لجلمودة خذت المركز الرابع. محمد بن بخيت القربوع المري يأتي بانطلاقة جلمودة في هذه اللحظات خذت المركز الرابع. تدخلت من الجانب الآخر الفيصلية، غيرت على المركز الرابع. هذه هي الفيصلية تأتي لتستلم أيضا المركز الرابع، ونحن مع الأربعة كيلومترات المتبقية على نهاية هذا الشوط بانطلاقة الفيصلية لتأتي في المركز الرابع. خليفة بن صالح بن عبد الله العطية يقدم هذا الاسم لتكون الفيصلية في قمة التنافس والتحدي حتى الأمتار الأخيرة، منطلقة بأمال أيضا مالكها بأن تحقق الفوز والناموس. نتمنى لها التوفيق، نتمنى لجميع الأخوة المشاركين التوفيق في هذا الشوط. ولكن جلمودة على المركز الخامس، محمد بن بخيت القربوع المري يأتي بانطلاقة جلمودة التي بدأت بالمنافسة القوية والتحدي المثير في انطلاقة هذا الشوط. من خلال هذه اللحظات الرائعة والجميلة اقتربت الأسماء، تدخل الكل بهذا الانطلاق في هذا الشوط المميز، وهو تاسع أشواط هذه الفترة الصباحية مع انطلاقة الكبار، حيث نتابع المتعة والمشاهدة الممتعة لمشاهدينا الأعزاء بمتابعة الحول والزمول. هنا العودة إلى المقدمة، العودة إلى سمحة ما زالت تنطلق بهدوء كامل حتى هذه اللحظات مع المقدمة مع المركز الأول. محمد بن عبد الله بالكيلة العامري يأتي بانطلاقة هذا الاسم مع الصدارة ومع المركز الأول. دير بالك يا بالكيلة، هناك أسماء قوية لها العديد والعديد من السجلات الحافلة تنطلق في هذا الشوط، ترغب أيضا بإضافة هذه السجلات الحافلة بكلمة الناموس. وسمحة هي من أحد الأسماء البارزة في السباقات الماضية، حيث تنطلق مع الصدارة، حيث تنطلق مع المركز الأول. المركز الثاني، هنا العاصمة خطيرة للغاية، تنطلق بمسار رائع وانطلاق تنافسي مع هذه الأسماء المتقدمة. هذه هي العاصمة، غيرت وعادت مرة أخرى إلى مقدمة هذا الشوط، أعلنت بالانطلاق مع الصدارة كما كانت البداية مع العاصمة، وإعطاء الإشارة لانطلاقة هذا الشوط. انطلقت العاصمة بالمركز الأول وغيرت سمحة وعادت أيضا هنا العاصمة في هذه اللحظات لاستلام المقدمة والمركز الأول. محمد بن طالب بن عقيل المري يأتي بانطلاقة هذا الاسم مع المقدمة ومع المركز الأول. خلال هذه اللحظات المركز الثاني، تدخلت الشايبة على المركز الثاني. عبد المحسن بن طالب القربوع المري يأتي بانطلاقة هذا الاسم مع المركز الثاني لتكون المنافسة للعاصمة وسمحة، تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. محمد بن عبد الله بالكيلة العامري يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق والمركز الرابع. تأتي الفيصلية، خليفة بن صالح بن عبد الله العطية مقدما هذا الاسم، بينما أيضا جلمودة تأتي على المركز الخامس. لا جديد على الخمس المراكز المتقدمة، لا جديد على هذه الأسماء، ولكن نترقب جديد التنافس حينما تبدأ أيضا الأوامر في الكيلومتر الأخير. هنا تأتي جلمودة على المركز الخامس. محمد بن بخيت القربوع المري يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير. بدأت المنافسة خلاص كيلو وين عن خط النهاية. يا أخواني المضمرين، ما تبقى على نهاية هذا الشوط، ما تبقى على نهاية هذا المسار والاندفاع الذاتي والتلقائي مع هذه الحولة المنطلقة أمام حضراتكم بقيادة العاصمة على مقدمة هذا الشوط. تنطلق العاصمة بالمركز الأول بشعار بن عقيل. محمد بن طالب بن عقيل المري
ياتي ايضا بعشاره ممتاز في السباقات التي يقدم بها المشاركه مع هذا الشعار، شعار بن عقيل على مقدمه هذا الشوط على المركز الاول. تدخلت سمحه، انطلقت الشايبه، بدا هطول الاسماء القادمه من المناطق الخلفيه لتسير نحو الناموس. الله 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 على هذه الاسماء القويه العاصمه على المركز الاول. خلاص يا بن عقيل ما تبقى الا القليل، هذه هي العاصمه، هذه هي العاصمه على مقدمه هذا الشوط على المركز الاول. محمد بن طالب بن عقيل المري ياتي بانطلاقه العاصمه، المركز الثاني سمحه، محمد بن عبد الله بالكيله العامري يقدم هذا الاسم. وتدخلت الشايبه، غيرت الشايبه، منافسه وايضا تبادل ثنائي ما بين ثلاثه اسماء. الشايبه عبد المحسن بن طالب القربوع المري ياتي مع انطلاقه الشايبه على المركز الثاني، ولكن ننتقل مباشره الى المركز الرابع. الله الفيصليه غيرت الى المركز الثالث، لا سيد خليفه بن صالح بن عبد الله العطيه وصلت غيه، وصلت غيه. حمد بن محمد بن سالم الوهيبي هنا يتدخل، ووصلت شواهين علي بن فهيد بن محمد المري من ياتي ايضا بانطلاقه هذا الاسم مع المركز الرابع. تحركت الاسماء، انطلقت غيه في هذا الشوط، وصلت ايضا من الجانب الاخر، وصلت هناك ايضا خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير بانطلاق هذا الشوط. مذهلة مذهلة لا سيد عامر بن محمد بن زايد المنصوري من يقدم مذهلة في هذا الانطلاق. وهنا تأتي ظن سعد بن طالب بن محمد بن شفيع، هذا هو ينطلق أيضا في هذه اللحظات مع المركز الرابع. ولكن العاصمة ما زالت على المقدمة، ما زالت على الصدارة، مذهلة قادمة وقية قادمة. الله يا سلام، منافسة قوية خطيرة للغاية. ال 400 متر الأخيرة، ال 400 متر الأخيرة ما زالت العاصمة ومذهلة مذهلة من الجانب الآخر. غيرت إلى الصدارة، غيرت إلى المركز الأول. عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يأتي بانطلاقة هذا الاسم مع المقدمة ومع المركز الأول بهذه العروض الممتازة، بهذا الانطلاق الرائع والجميل. مشكور حمود بن محمد بن سالم الوهيبي المتابع لمذهلة التي فاجأت الكل بالأمتار الأخيرة لتنطلق نحو الفوز والناموس. تهانينا والناموس لا سيد عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز والانتصار في هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما المركز الثاني أتت أيضا في علي بن خليفة بن رشيد السويدي، والمركز الثالث أتت ظن لا سيد سعد بن طالب بن محمد بن شفيع. بينما المركز الرابع كانت ايضا هناك الانطلاق مع مزون عوض بن مظفر بن محمد بن خموشه العامري. والمركز الخامس وصلت هناك ايضا مشاهدينا الاعزاء العاصمه لا سيد محمد بن طالب بن عقيل المري. ما شاء الله، منافسه قويه، تحدي مثير، انطلاق رائع وجميل حتى الامتار الاخيره حيث اتت مذهله لتقدم ايضا هذه العروض الممتازه مهديه هذا الفوز والناموس لا سيد عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الذي أتى بالانتصارات القوية وتقديم مذهلة في هذا الشوط التي تفاجئ أيضا الكل. مشكور أيضا المضمر والمتابع لمذهلة حمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي خطط وأيضا أعطى أيضا إشارات الفوز وناموس هذا الانطلاق في الأمتار الأخيرة. هذه هي لحظات النهاية أيضا ولحظات وصولها إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقدار مشاهدينا الأعزاء. ثواني ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار في هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما المركز الثاني كان هناك الوصول أيضا من في علي بن خليفة بن رشيد السويدي ب 13 دقيقة 7 ثواني ثلاثة أجزاء من الثانية. في أو ظنتت في المركز الثالث سعد بن طالب بن شفيع أيضا احتلت المركز الثالث بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 7 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.